يقول السائل: هل المضمضة والاستنشاق واجبة أثناء الغسل من الجنابة؟ نعم، المضمضة واجبتان في الغسل من الجنابة والغسل من الحيض وفي الوضوء الشرعي، لا بد من المضمضة في الوضوء والغسل من الجنابة والغسل من الحيض والنفاس، لا بد من ذلك لأنهما في حكم الوجه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ.